كنا عاوزين كده ننزل نشتري كام غيار على كام طقم ترويشه كده. اه والله يا باشا انا شايف ان انت كمان لازم تنزل معانا، يعني قعدتك لوحدك هنا في الاوضه الكبيره دي هيجيب لك اكتئاب. وبعدين يا باشا كفايه اللي احنا شفناه الايام اللي فاتت. يعني انتوا عايزين تنزلوا تروشوا، ومين اللي هيقعد جنب الفلوس؟ نخليها نبطشيات ناجي بيه، يعني واحد ينزل والتاني يقعد وبعدين يرجع مكانه خلاص. انت عايزه تروش انت كمان يا نضال؟ لا بس اصل انا عاوزه اعمل شعري، اتقصف طول الرحله دي، وبعدين مش هينفع انزل مصر وانا مبهدله كده. وانت يا ابراهيم مش عايز تتكيس ولا هتدلك؟ انا شفت عينك لمعت كده وريمون بيتكلم في الموضوع ده. والله يا باشا انت ظالمني، انا لا بتاع تكيس ولا تدليك. شوفوا بقى محدش يروح اي حته لما اعرف هو فين. عندكم ساعه جوله حر. ايه في حاجه؟ لا مؤاخذه كبير، يعني اصل الحاله متشطفه جامد يعني. عايزين فلوس. عايزين كام؟ 50 يا باشا. يلا 50 دولار لكل واحد. لا يلا 50 دولار ايه؟ 50,000 دولار. 50,000 دولار ليه؟ يعني نشتري غيارين على طقمين بيضات غنم. هتاكلوا بيضات غنم ب50,000 دولار؟ بلاش يا ابني الدناوه والعين الفارغه اللي انت فيها دي. انا بقول يا باشا نخليهم 40,000 دولار وكل واحد فينا يتصرف. اسمع يا ابني انت، هو انا مش عايز الفلوس الكتير اللي معاكوا دي تهبلكم. احنا تعبنا جدا في الفلوس دي. الله يفتح عليك يا ناجي باشا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. 25,000 دولار يا باشا ياخدهم كل واحد مننا، وهي الجليلة في يد المؤمن بتكتر بإذن الله. الله يخرب بيتك يا شيخ حسن. ياه والله الدنيا ضحكت تاني يا رجالة، أنا حاسس إن أنا بحلم. حقاً إن بعد العسر يسر. بص يا شيخ حسن، بقالهم 3 ساعات في ضوافر عبد الجليل، عليها جلخ السنين بعيد عنك. جرايها إيه؟ ما أنت هتهبي عليا في الكلام، ما تخليك في حالك. يا أخي ما تبقاش خلقي كده. يا جماعة أنا صعبان عليا قوي ناجي باشا، يا عيني قاعد في الأوتيل وقاف الأوضة على نفسه ومحروم من متعة الدنيا. أنا ابتديت أحس إنه عامل العملية دي مخصوص عشان نحن. يا عم خليه قاعد جنب الفلوس، يا رب ما ينزل. اهو ده اللي انا عامل حسابه، يغرق الواد زاهر في الجاكوزي. الواحد يسيب الحلاوه الملبسه التوفي دي ويرجع مصر؟ لا ما تقول لي ناجي بيه حتى شويه. انا عارف. بقول لك يا شيخ حسن، انت راجل مبروك، ما تدعي لنا كده دعوه ان احنا نعطل هنا يومين. شرط قبول الدعوه لكي تستجاب ان تكون النيه خالصه وصافيه لوجه الله تعالى وحده. بس انت وهو اديني دور. ايه ده؟ ايه النظافه والشياكه دي كلها؟ اصل ده النورمال بتاعنا يعني لا مؤاخذه، بس هي الدنيا في الاول كانت ضيقه شويه. لا لا مش هينفع الكلام كده، العسل ده لازم يشرب حاجه. يا حمامه يا حمامه. ايه يا بني ادم انت؟ ايه يا بني ادم انت؟ احنا في غرزه. ايه يا حسام في ايه؟ انت مالك بتبص لي كده ليه؟ ايه اللي انت عاملاه في نفسك؟ ليه؟ هو انا شكلي وحش؟ شكلك اول مره شفتك فيه عند الحاجه فاطمه كان احلى بكتير. هو انت بتغير ولا ايه؟ لا مش موضوع غيره يعني، بس هو احنا معطلينكم في حاجه؟ انا حاسس ان احنا معطلينهم. يلا بينا.
ربنا يعطلك ولا يرجعك يا شيخ ابو الجاسم. اجل نقعد لنا هنا شهرين ثلاثه. ايوه كده يا شيخ حسن بقى. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. الا قول لي يا ابراهيم. قول لي يا شيخ حسن. باعتبارك يعني زير نساء، كم يبلغ مهر فتاه بكر حسناء دعجاء هيفاء؟ هذا ان كنت انوي ان اتزوج بشامي. انت جاي تشتري جواري يا شيخ حسن؟ ثم انت يهمك فلوس؟ انت راجل على قلبك قد كده، دلع نفسك. صباح القشطه والصباح اللي بتغني وبتقول ساعات ساعات واللي جاي احسن من اللي فات. لا لا بلدي قوي اللي انت بتعمله، ايه القرف ده؟ بلدي ايه يا بص 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 دي بتضحك ليه يا دي بتضحك عليك يا اهبل. لا هلا بط يا دي السناره قمست. غمزت؟ اه غمزت هنا هيك اهي. اه غمزت. ايه يا ريس الشياكه دي كلها؟ يا ابني مش مهم البدله، اه المهم الحشو اللي جوه. صح. الله ما شاء الله، عيني عليك برده يا باشا، لابد من قراءه المعوذتين. والله ما عرفتكم بعد ما نضفته. ايه ده؟ لدول كمان؟ ايه يا بنت الحلاوه دي؟ والله يا باشا احنا كنا عاوزين سعادتك في حكايه كده يعني، اتكلمنا فيها. احنا تعبنا قوي. وعاوزين يعني ثلاث اربع ايام راحه كده يعني اذا امكن. عايزين تقعدوا هنا يعني؟ لا انا ماليش دعوه بالعيال دي، انا عايز امشي، عايز ارجع مصر. انا كنت مع ابو القاسم، احنا مش هنقدر نمشي من هنا غير بعد العيد. الحمد لله الدعوه استجابت. طب يا باشا طالما بقى هنمشي بعد العيد يبقى نستأذن بقى احنا. على فين؟ هنروح نشم شويه هوا. هتشموا شويه هوا ولا شويه نسوان؟ استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم، انا مش معاهم يا باشا. ولا انا. طب الواد تهام اللي قاعد فوق في الاوضه لوحده ده مرزوع. خلاص يا باشا انا هطلع اقعد مكانه شويه. طب يلا بس مش عايز مشاكل. مين؟ احنا جيبك انا ريمون. ايوه ريمون. انا اسف ما بحب ازعجك بس اتصل ابو القاسم وبيسلم عليك وحاب يشوفك ويا ريت تكون جاهز بعد ربع ساعه باللوبي، راح يبعث لك السائق. طيب اتكل على الله انت، انزل وانا حسنا تحت استناك. انت بتبص على ايه؟ لا لا انا ما عم بص على شيء. لا انت كنت بتبص على الشنطه. اسمع بقول لك، احنا عندنا الشنط في مصر حرمه زي الستات بالظبط، يعني اللي يبص لشنطه غيره اكنه بيعاكس مرات غيره بالظبط. انا اسف لا تواخذني، السلام عليكم. مع السلامه.